الآن متواجدون في قاعدة عبد الله المبارك الجوية في مطار الكويت، وبعد قليل إن شاء الله والطائرة من خلفنا طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية في وزارة الدفاع، وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية والإنسانية والمواد الطبية والغذائية سوف ترسل إلى مطار بنينة في مدينة بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، وبتعاون وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وبإشراف اليوم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. حول تفاصيل هذه الرحلة معنا الآن السيد حمد العون نائب المدير العام في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. سيد حمد صباح الخير، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. بالنسبة لتفاصيل الرحلة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى الأشقاء في ليبيا، تفاصيل حول هذه الرحلة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أصبح عليك وعلى أخواني المشاهدين والمشاهدات. طبعا بإذن الله اليوم تنطلق خامس رحلات الإغاثة لإخواننا في ليبيا متضررين إعصار دانيال، وتحديدا الرحلة الثانية لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون. لله الحمد تم تعبئة هذه الطائرة بعشرة طن من المواد ومحتوياتها، أكثر من 20 مكينة لتعقيم المدن والمناطق من الأوبئة والفيروسات، وأكثر من 10,000 كيس للموتى والجثث، وأيضا ملابس وقائية عالية الجودة لانتشال هذه الجثث، وأيضا الكمامات والماسكات. كل الشكر لأهل الكويت والمحسنين، وهذا أقل شيء نقدمه حق إخواننا متضررين إعصار دانيال في عد ليبيا لكي نخفف من معاناتهم. سيد حمد كل الشكر لك ونتمنى لكم التوفيق في الرحلة هذه، شكرا لك. بالنسبة نجيب مثل ما ذكر السيد حمد العون نائب المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حول تفاصيل الرحلة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي إلى الأشقاء في ليبيا.